أهلا بيكم وحلقة جديدة من عيادة رمضان. والنهاردة هنتكلم على التلبك المعوي، التجشؤ، الشعور بالانتفاخ، القيء اللي بيجي لنا مع الأطفال. في ناس بيجي لها نوبات من القيء المستمر، وهكلمكم إزاي نرفع المناعة. دي المواضيع بتاعتنا. تساؤلاتكم دايما هتسعدنا، واتصالاتكم هي اللي هتسر الحلقة، لأن هي دي هتوجهنا في المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم عليها بإذن الله. أول سؤال بيجي لنا، احنا بيجي لنا تجشؤ في رمضان، هل التجشؤ ده مرض؟ الحقيقة التجشؤ ليس مرض، التجشؤ ليس مرض. هل الغازات اللي بتطلع من القولون فيها ممكن حاجة تبقى مرضية؟ في ممكن حاجة تبقى مرضية من الغازات اللي بتطلع من القولون، لكن ما هو التجشؤ؟ التجشؤ ده إخراج الهواء اللي هو دخل المعدة. هل الهواء اللي دخل المعدة فقط ده اللي احنا بنتجشأه؟ ده المعلومة اللي احنا طول عمرنا كنا فاكرين ان التجشؤ ما بيطلعش غير من المعدة، لا، طلع ان في تجشؤ آخر بيطلع من المريء. ازاي يا دكتور التجشؤ بتاع المريء؟ ده المريء طول الوقت مقفول، طول الوقت مقفول. يبقى إذن التجشؤ بتاع المعدة ده اللي هنتكلم عليه، والتجشؤ بتاع المريء برضو هكلمكم عليه. هل ليهم علاج؟ الحقيقة ليهم علاج يقيني. في أدوية بتمنع التجشؤ، بس ده مش معناها إن إحنا منعنا مرض، إحنا منعنا عادة إنسانية الواحد إحنا بنعملها. كتير مننا بيحاول يعمل التجشؤ للشعور يعني إنه بيهدي بطنه، طول الوقت حاسس بانتفاخ بطنه مليانة، ده نتيجة امتلاء البطن. هل احنا بنتجشأ كل يوم؟ الطبيعي ان احنا ممكن نتجشأ او نطلع هواء من المعدة حتى 25 مرة في اليوم، حتى 25 حركة ولا إرادية، حتى 25 حركة لا إرادية، في واحد مرتين، في واحد ثلاث مرات، في واحد. طب التجشؤ اللا إرادي ده بيتم ازاي؟ نتيجة امتلاء البطن مرة واحدة، وان احنا نكون واكلين اكلات بتزود الريلاكسيشن، ان العضلة بتاعت المريء اللي هي ما بين المريء وما بين المعدة انها تفتح. ايه الاكلات اللي بتخلي العضله انها تفتح؟ اللبن وكل مشتقاته. يعني لابد ان يكون عندي اكلات من هذا النوع مع امتلاء البطن، ده الشرطين الاساسيين، مع امتلاء البطن، امتلاء البطن مع نوعيه الطعام اللي موجود في المعده عشان العضله تفتح. طيب هل ممكن يحصل تجشؤ وانا ما عنديش الاكل ده؟ هو طبعا نمره واحد لازم يكون فيه امتلاء، نمره اتنين لو في عدم وجود الاكل ده التجشؤ بيبقى يعني بيتعبني على ما اعمله على ما يحصل، لكن وجود هذه النوعيات من الاكل اوريدي بتخلي المعده تفتح مره واحده. ايه النوعيات دي من الاكل؟ اللبن وكل مشتقاته، النعناع، القهوه، التدخين، والتدخين في حد ذاته ده من اهم اسباب التجشؤ، المسكنات، الفيتامينات، النوم بعد الأكل، امتلاء البطن، الشبع، أي حاجة فيها زيت، سمن، محليات، بصل، توم، بصل، توم، يعني كل الحاجات اللي فيها تقلية وتخديع وحاجات من هذا القبيل كلها بتخلي هذا الموضوع سهل وبيحصل بسهولة. المقليات، المخبوزات، الحلويات، الأكل السمين، الشوربة، المياه الغازية. طيب يبقى دول بيخلوا العضلة تفتح، دول بيخلوا العضلة تفتح. طب هل في أكل بيزود أو في حاجات هي اللي بتخلي التجشؤ يحصل مرة واحدة؟ يبقى احنا قلنا إن امتلاء ونوعية الطعام اللي بتضعف العضلة. طب إيه الأكل اللي يعمل لي تجشؤ رسميا؟ أو إيه العادات اللي تخليني إن أنا ممضغش الأكل كويس، إن أنا أزلط الأكل مرة واحدة، وبالتالي وأنا بزلط الأكل مرة واحدة أنا ببلع معاه هوا، يبقى التجشؤ أنا بلعت هوا، بلعت هوا ده مع التدخين، مع عدم مضغ الأكل، مع اللبان، مع اللبان، مع شرب المياه الغازية. يبقى اللبان، تدخين، عدم مضغ الأكل، وطبعا إن أنا ببلع الهواء مع الأكل، فده بيعمل لي نوع من الامتلاء يخليني أتجشأ. يبقى التجشؤ اللي بيحصل بتاع ده اسمه تجشؤ المعدة. هل في تجشؤ مرضي؟ مستحيل يكون في تجشؤ مرضي، مستحيل، مفيش حاجة اسمها تجشؤ مرضي. طيب يبقى ده تجشؤ المعدة نتيجة امتلاء البطن، تجشؤ. طيب في تجشؤ اللي هو بيجي من المريء، ان انا ببلع شويه هواء صغيرين وبعدين برجعهم بحركه عصبيه، ممكن تبقى زي نوع من العادات بيسموها التكس، عشان كده بيسموه جاستريك اللي هو اللي احنا حكينا عليه اللي هو بتاع المعده، والسوبرا جاستريك اللي هو بتاع المريء. انا ببلع هواء خفيف وبعدين بتجشأ، بيبقى عاده وممكن يطلع بصوت
قوي جدا، بيبقى ليه صوت عنيف احيانا، بيبقى ليه صوت عنيف، ونبتدي نلف على الدكاتره، وفي كتير جدا ما بيبقوش عارفين السبب. يعني الصوت اللي انا بعمله ممكن يتعمل بحركه عصبيه بانقباض شديد، فتلاقي صوت شديد شديد، يعني غير التجشؤ اللي الناس كلها عارفاه، لا ده ممكن تلاقيه في بنت صغيره او حاجه من هذا النوع. فالتجشؤ في حد ذاته ليس مرض، لكن هو حركه عصبيه. طب كيف اعالجه؟ نمره واحد، نمره واحد ان انا ادرك ان هو ليس مرض، ما ابتديش الف عليه طول الوقت، ما ابتديش الف عليه طول الوقت. ولازم افصل ما بين كلمه التجشؤ وما بين كلمه الزغطه، لان هم اولاد عم وبيخفوا بنفس الادويه او بيتحسنوا بنفس الادويه. الزغطة حاجة والتجشؤ حاجة تانية، لكن هم أولاد عم وبيتموا بنفس الميكانيزم. بس الزغطة دي حركة لا إرادية في الحجاب الحاجز، حركة لا إرادية في الحجاب الحاجز، لكن وعصرة في المعدة دي مع كلمة التجشؤ، يبقى المعدة فيها عصرة والعضلة يعني هم الميكانيزم قريب جدا. الزغطة ليها موضوع واحنا اتكلمنا عليه قبل كده، بس انا هفكركم بيه سريعا علشان ما نخلطش بين الامور. التجشؤ ليس مرض، لكن الزغطة ممكن يبقى معاها مرض. واهم سبب او اكثر شيوعا كسبب للزغطة برضو امتلاء البطن. يعني امتلاء البطن مرة واحدة يعمل لنا زغطة، يعني امتلاء البطن مرة واحدة يعمل الزغطة. الاتنين شبه بعض، وممكن تبقى الزغطة حاجة طبيعية جدا وتعدي في ساعتين ثلاثة ما يبقاش فيها مشكلة. بس قبل ما ادخلك في كلمة الزغطة وانا بكلمك على التجشؤ، طب التجشؤ اللي هو الغير مرضي اللي احنا قلنا عليه السوبرا جاستريك ده، نمرة واحد ان انا اتعلم امسك هذا الموضوع وان انا اقلل بلع الهواء. ولما اجي اتعامل مع الهواء لازم امضغ الاكل كويس، مضغ الاكل جيدا، واشرب مية قبل الاكل ووسط الاكل ومع الاكل. الميه ما بتعملش كرش، الميه زيرو كالوريز، صفر سعرات حراريه، فما فيش حاجه اسمها الميه عملت لي كرش. ما فيش حاجه اسمها لما اشرب ميه وسط الاكل العصاره الهضميه هتبقى مخففه فما يحصليش امتصاص ويحصل لي عسر هضم. هذا كلام مش مظبوط نهائيا على مر التاريخ، والكلام ده مش مظبوط. الميه ما بتتخزنش في الجسم، الميه بتخفف العصاره، لكن الجسم بيفرز عصاره مباشره على طول، مفيش حاجة العصارة دي ما بتقفش. وعايز أقول لكم إن العصارة تكاد تكون نسيج حي، نسيج حي مفرز، زيه زي مشابه لفكرة الدم، هو نسيج حي، نسيج أكتف بيقوم بعمل وظيفي. معانا روان، أهلا يا روان. بس سؤال بس. اتفضلي يا روان، اتفضلي يا حبيبتي. أنا عندي على طول في جسمي بيطلع لي خراريج كده كبيرة، وبتبقى معبيه سديد كتير قوي. سلامتك يا حبيبتي. نعم. اتفضلي يا حبيبتي. بس فالخريج دي بتطلع لي كل شهر مره. تمام. بس فانا مش عارفه بقى دي من ايه. عندنا كام سنه يا روان؟ عندنا كام سنه يا حبيبتي؟ انا عندي 18 سنه. عملنا اي جراحه قبل كده؟ جراحه؟ لا لا. اللي هو ازاي ده مرار اي حاجه في الدنيا؟ لا لا لا. بناخد اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر اي مرض مزمن؟ لا لا. عندنا حساسيه صدر، حساسيه دواء، حساسيه لا من اي اكل، حساسيه شوكولاته، حساسيه من هذا النوع؟ لا بحب، بس انا ايه بحب الاملاح. في دم او مخاط بيطلع بيجي من اي مخرج من مخارج الجسم؟ لا. زياده في الوزن، نقصان في الوزن؟ لا لا لا. طب أنا كويس جدا. يعني 60 كيلو. طب كويس. احنا طلبه ما بنشتغلش؟ لا قاعده في البيت. طيب كويس. رحنا لحد قريب، زرنا حد مريض او رحنا لحد في مستشفى؟ لا لا لا. تمام، هجاوبك على فكره الخراريج. انت حللتي سكر وحللتي كل الحاجات دي وتباين؟ لا انا ما حللتش اي حاجه. انا في دكتور بيقول لي اعملي تحليل صوره دم، وفي دكتور بيقول لي اعملي تحليل براز. لا يا حبيبتي، وانت هتعملي فعلا صورة دم، هتعملي تحليل سكر، ده جزء من الموضوع، وانا هكلمك على الاسباب بتاعه تكرار وجود خراريج في الجسم. حاضر، عينيا. طب معلش ممكن بس اسال سؤال تاني بعد اذنك؟ قوي يا حبيبتي، اتفضلي. انا دلوقتي برضو شعري عندي ما بيطولش خالص، وبقعد اعمل له وصفات كتير قوي وادويه كتير قوي ما بيطولش، فده ممكن يكون مرض برضو من جوه يعني؟ لا يا حبيبتي، لا 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 لا، هجاوبك حالا، هجاوبك، هبتدي لك بالشعر واجاوبك على موضوع الموضوع الخراريج المتكرره. حاضر. يا ام ياسين، اهلا بيكي. اهلا. اتفضلي يا ام ياسين. انا لو سمحت، معي ابني لي شهر. نعم. ابني لي شهر. انا مش سامع كويس، عفوا معلش وضحي الصوت اكتر.
جديد ولد لشهر. طب اتفضلي، وبعدين؟ على طول عنده مغص. يعني انت ابنك مولود بقاله شهر وبيجي له مغص؟ على طول. تمام، ألم صرخة واحدة؟ على طول. تمام، بيرجع؟ اه ما يرجع. طيب بصي، اشهر حاجه في الاطفال ان بيبقى عند بيتولد هو مولود كامل المده، مولود 9 شهور مش كده؟ اه. عاده اشهر حاجه في الاطفال بيبقى عندهم العضله بتاعه البواب بتبقى مولوده متضخمه شويه، بتبقى متضخمه شويه، وده ممكن يكون السبب، فلازم برضو نعرضه على دكتور اطفال وممكن يضطر يعمل منظار، ما فيهاش اي حاجه. دي اشهر حاجه في الذكور، في الذكور بتبقى تضخم في عضلة البواب بتاعة المعدة اللي هي ما بين المعدة وما بين الاثنى عشر، حاجة عادية جدا وما تخوفش، لكن في النهاية لازم نفحص بقية الأسباب. ده أهم سبب وده الأكثر شيوعا، ومش هيطلع تشخيص تاني بإذن الله إن شاء الله، وده بسيط جدا، لكن لازم تفحصي بقية الأسباب. هل هو عنده إمساك، إسهال، نموه كويس، تركيزه هو كويس؟ هو كويس وتمام الحمد لله، بس على طول ما يعمل يعني الألم، بيبقى حاطط ايده على بطنه دايما مش كده؟ ايوه تمام. هو ده بيبقى يعني زياده في سمك عضله البواب، ما تخافيش، بس اعرضيه برضو على طبيب جراحه اطفال، دي حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. روان قالت لنا سؤالين جمال جدا، موضوع الشعر. أنا عايز أقول لكم إن الشعر بالرغم إن ده مش في مجال تخصصنا، والسؤال اللي سألته روان مش في مجال البطنة والجهاز الهضمي، لكن إحنا هنتكلم إن الشعر ليه 4 مراحل نمو. خصلة الشعر متوسط عمرها من 4 لـ8 سنوات، أحيانا من 2 لـ8 سنوات. 90% من شعر الجسم في مرحلة اسمها مراحل النمو، أناجين، في مرحلة النمو. في مرحلة بيبقى فيها نوع من الريجريشن كده، ما بتبقاش نمو، في مرحلة اضمحلال وتساقط. هما بيبقوا 4 مراحل للشعر. عشان كده مراحل النمو في شعيرات بتقعد في مرحلة النمو أطول فترة، عشان كده ممكن الشعر يبقى طويل. شعر الحواجب ما بيطولش عشان مرحلة النمو بتاعته بتبقى عدة أشهر، بتبقى عدة أشهر. يبقى ده الجزء اللي هو الفرق بين الشعر اللي بيطول وبيبقى طويل وكثيف. طب انا ممكن كان شعري طويل جدا وواصل لنص ظهري وبعد كده ما بقاش يطلع، ده اختلاف مراحل جينيه. في فقدان شعر ذكوري نتيجه هرمونات ذكوريه، وفي فقدان شعر انثوي، وفي فقدان شعر نتيجه نقص الحديد والانيميات ونقص الـ 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 يعني مثلا زي الحمل والحاجات دي. احنا معانا اتصال وهنرجع نكمل موضوع الشعر وموضوع الدمامل. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا حبيبتي. انا من دمياط. احسن ناس على فكره. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبتي، وانت بالف صحه وسلامه. يا دكتور دلوقتي انا بعد الفطار على طول بيجي لي هبوط، ببقى مانيش قادر اقف على رجلي، وحاسه ان انا هتكف على وشي كده من الهبوط. اه تمام. يعني كنت عامله قسطره من 2014 و 2000 قسطره، وعامله قسطره والحمد لله استكشافيه والحمد لله كويسه، بس باخد علاج يعني العمل في القلب وجزبري. تمام، الف سلامه عليك. الله يسلمك يا دكتور. ما بتاخديش اي دواء لاي مرض مزمن تاني؟ نعم. بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن تاني؟ سكر؟ لا 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 ده الحمد لله، لا لا ما فيش حاجه من دي، بس الهبوط الوقت اللي تعبني بعد الفطار بعد ما افطر كده الهبوط. يعني عندنا كم سنه يا حبيبتي؟ العمر كم سنه؟ انا 55. عملتي جراحات قبل كده؟ اه شايله المراره. الوزن مليانين قليلين؟ 87 والطول 156. عندك حساسية صدر، حساسية من أي دواء؟ لا والله الحمد لله. لا في دم أو مخاط من أي مخرج من مخارج الجسم؟ تغير في الوزن، نزول، زيادة؟ لا لا والله الحمد لله. صداع، زغللة عين، زنة ودان؟ أيوة في زي عادي بقالها أسبوع. كتمة صدر بتفرق كده عين الشمال بتاع فرجة كده. كتمة صدر، دقات زيادة، شعور بالاختناق، مغص في البطن؟ لا ما بس فيه يعني بحس انا بالخنقه دي. اه بيجي لك نوع من الخنقه؟ اه ساعات.
ساعات. ساعات لكن مش كتير. ودقات القلب بتبقى سريعه شوي. تمام، وانت بتتابعي مع دكتور القلب بتاعك؟ يعني كل يعني مده كده، مش على طول يعني. بننام كويس؟ لا، نوم قليل. طيب انا هجاوبك على اسباب الشعور بالخمول، عينيا والامتلاء بالذات بعد الاكل. عينيا يا ام جنى، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، معلش انا عندي سؤال بس. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي بنتي عندها 4 سنين، ما بتاكلش خالص يا دكتور، يعني اكلتها خفيفه قوي. طب نموها طبيعي؟ النمو بتاعها طبيعي؟ حجم الراس، حجم الطول، الوزن؟ لا، الوزن مش كويس، الوزن قليل جدا وهي رفيعه جدا، مش باين عليها سنها. عملت لها اختبار حساسيه القمح؟ في مغص في البطن؟ دايما البراز بتاعها حاسس ان في تراب. طيب النمو العقلي بتاعها كويس، نموها العقلي كويس. طبيعي. كويس. تمام، لكن الجسدي في مشكله في الوزن. عملت لها اختبار حساسيات الطعام، حساسيه القمح اشهر حاجه ممكن تبقى في السن ده، عدم النمو هو حساسيه القمح، مرض اسمه سيلياك ديزيز. ما عملتهوش؟ لا. تمام، انت لازم تتابعي، انا معاكي، لازم طبعا تروحي للدكتور بتاعها ويعمل لك اختبار حساسيه الطعام، واهمهم حساسيه القمح، ده بند لوحده، سيلياك ديزيز. تحليل اسمه انتي تيشو ترانس جلوتامينيز. اتفضلي. حوالين عينيها الازرق او اسمر كده؟ لا، ده ملوش دعوه. طيب اهم سبب لعدم النمو ما يطلق عليه في الاطفال حاجه اسمها فيلير تو ثرايف. فيلير تو ثرايف لازم تعملي لها صوره دم، وظيفه كبد، وظيفه كلى، حساسيات الطعام، الغده، دول اهم الاسباب السريعه، وامراض الامتصاص، دول اشهر الحاجات في هذا في الاطفال. في حاجات تانية مزمنه ليها علاقه بامراض الصدر المزمنه، في امراض جهاز هضمي مزمنه، لكن انا ما دام انت بتتكلمي ان الشكل العام وما فيش اي عرض طبي، فاحنا هنهتم بدول في المقام الاول، امراض الامتصاص، وهنهتم باهم حاجه في الاطفال والاكثر شيوعا اللي ممكن نشخصها، هي حساسيه القمح. تمام يا دكتور، معلش عندي سؤال تاني. اتفضلي. انا بقى وزني ما بيزيدش خالص، يعني انا باجي عند وزن معين وما بزيدش خالص، يعني انا باكل كويس وكل حاجه بس الوزن مش بيزيد عندي. عيني هجاوبك على اسباب فقدان الوزن. انت عملتي عمليات قبل كده؟ انا والدة قيصريه 3 مرات بس. اللي هو ازاي ده، مراره؟ لا، ما عملتش حاجه غير قيصريه. بناخد اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر، اي مرض مزمن؟ لا، ما فيش اي حاجه الحمد لله. عندنا حساسيه صدر، حساسيه من اي دواء؟ لا، ما فيش، بعاني من اي حاجه. العمر كام سنه؟ 25. انت لسه صغيره. لا، ما فيش مشكله، هجاوبك على اسباب عدم زياده الوزن. حاضر عيني. أشهر الأسباب بتاعت عدم زيادة الوزن وجود ديدان، أمراض الامتصاص، أمراض الامتصاص، أحيانا بيبقى فيه خلل في الغدد، ده ممكن يبقى جزء من الأسباب. معانا رجب، يا أهلا يا رجب. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. خلي بالك، أنت إضافة كبيرة لقناة صحة وجمال يا دكتور. ربنا يبارك فيك. تسلم يا رجب، ربنا يكرمك. فريقكم جامد يا دكتور والله. ربنا يكرمك ويبارك فريق فيك. فريق إعداد محترم. ربنا يكرمك. قناة محترمة، مستمعين محترمين يا دكتور. ربنا يكرمك ويبارك فيك. تسلم يا رجل. معايا مشكلتين يا دكتور. ألف سلام عليك، ربنا يحميك. الله يبارك فيك. المشكلة بتاع زوجتي من أول رمضان شربت مية ساقعة أو حاجة، حاسة بنار في المعدة. النص بالظبط، بالنص بالظبط. في فم المعدة. نار جهنم بص يا دكتور. عندها مشكلة في البلع؟ عندها مشكلة في البلع؟ لا، هي بتاخد بس برشام اللي هو مدى الحياه للغده، شال الغده. تمام، وايه تاني؟ ورحت لدكاتره كتير والله، بصت نار يا دكتور في الحته بتاعت اللي بقول لك عليها دي، في فم المعده، الم شديد في فم المعده. وانا عندي مشكله يا دكتور. الف سلام عليك، الله يبارك فيك. كان عملت عمليه ديك في القنوات العصبيه الشوكيه، وكان عندي طبعا غضروف في العنقيه، فرجلي اليمين شفت نار جهنم، ربنا يسامحني، النهارده 3 سنين ما خليتش دكاتره، قالوا لي لازم تعمل غضروف ولازم ما اعرفش ايه، ونار بصت نار، حللت سكر، عملت املاح، ما فيش فايده يا دكتور. في ناحيه واحده بس مش كده؟ والله الرجلين التنين مولعين نار يا دكتور. ما فيش اي مرض عضوي تاني؟ ما عندياش غير حساسيه في صدري بس. طيب، ما ده يبقى لازم نتابع مع دكتور مخ واعصاب او دكتور عظم عشان نتاكد بس ان مفيش اي مشكله تانية.
ولازم نستبعد وجود امراض الالتهاب الطرفي بتاع الاعصاب، دول 21 سبب لازم نستبعدهم بما فيهم السكر، بما فيهم امراض التمثيل الغذائي، لازم وفي حاجات جينيه وفي حاجات وراثيه، فلازم نستبعد كل ده مع طبيب مخ واعصاب. الف سلام عليك يا رجب. يا ام يوسف اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور؟ ربنا يكرمك ويبارك فيكي، تسلمي. حضرتك بنتي عندها 15 سنة وبيترجع بعد الأكل على طول، يعني كان دقايق وترجع كل وجبة على كده، سحور أو فطار. بيبقى الكلام ده معاه صداع زغلالة عين، صداع زغلالة عين؟ لا، مغص في البطن. موضوع الترجيع ده بيجي على فترة معينة في العمر، يعني 3-4 مرات في الساعة مثلا، يقعد يومين ثلاثة وبعدين يختفي ويجي بعدها بفترة؟ لا، ده هو بص يعني أول مرة يجي لها المرة دي في رمضان، وأول ما تفطر أو أول ما تتسحر تروح مرجعة كل الأكل، يعني ما بتكملش 5 دقايق بعد ما بتاكل. لكن قبل كده ما كانش الكلام ده عندها خالص؟ لا خالص، وهي إن هي أكلتها برضه ضعيفة، بس يعني في صعوبة عندها في إن هي خالص. هي عندها كام سنة يا حبيبتي؟ عندها كام سنة؟ عندها 15 سنة. عملت جراحات قبل كده؟ بتاخد أي دواء لأي مرض مزمن، حساسية صدر، حساسية من أي دواء؟ لا لا خالص، لا لا لا. في زيادة في الوزن؟ في نقصان في الوزن؟ دم أو مخاط من أي مخرج؟ لا لا، هي بس في زيادة في الوزن، وهي صعبة أوي يعني بتقلل، بتحاول تقلل في وزنها، مفيش، وزنها ما بينزلش خالص، واقف. عندها حموضة ولا هو بس الترجيع اللي بيجي لها أول ما تاكل؟ ده اللي جديد عليها. ده جديد عليها، يعني ما كانش موجود قبل كده؟ لا لا خالص، اول مره يبقى موجود. حاضر، هجاوبك على اسباب الترجيع. عينيا. معانا اتصال. يا ساره اهلا بيكي. يا ساره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي يا حبيبتي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يكرمك ويبارك فيكي، تسلمي. لو سمحت، انا عندي والدي عنده 75 سنة، ربنا يديله الصحة. هو طبعا جات له جلطات كتير في المخ، فهي المشكلة بس دلوقتي ان هو ممكن بيقعد بالاسبوع الزغطة ما بتروحش. حاضر، هجاوبك على الزغطة. عينيا. وكتير بيرجع، يعني من كتر الزغطة بيرجع. عينيا. وعنده فقدان في الوزن برضو، يعني متلاحظ جدا، فلو ينفع. وبعدين بينام كتير، ممكن يبقى قاعد بس هو نايم. عنده مغص في البطن؟ لا، ما بيشتكيش من مغص في البطن. طيب انا هقول لك قبل ما نكمل اسباب الزغطه بالمره، يعني احنا نفسنا نتكلم في موضوع الزغطه ده. الجلطات اللي جات له في المخ دي اهم سبب للزغطه، دي اهم سبب للزغطه. هل في ادويه تزود الزغطه؟ اشهر دواء يزود الزغطه كورتيزون. في اسباب تانية للزغطه هجاوبكم عليها. حاضر. يا ام احمد اهلا بيكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك حضرتك. لو سمحت يا دكتور، هو انا اختي عندها 18 سنه، ويوم 4/3 اتشخصت ان هي انتستاينال اوبستراكشن. تمام، ده انسداد معوي، ممكن حاجه اسمها فولفولس، ممكن حاجه اسمها انتستسبشن، يا اما دخلوا في بعض يا اما التواء، وده شيء طبيعي، يا اما في سبب. لا. حاجه سببت هذا. هي عامله ازاي ده؟ فالدكتور قال ان حصل ممكن الالتصاقات تسبب ده. تمام. عملنا الحمد لله العمليه وكده. المهم بعد العمليه كان بيجي لها اتاكس من وجع في البطن شديده جدا. فالمهم اتجهنا لدكتور جهاز هضمي، قال ان هي عندها مرض التهاب اسمه كرونز ديزيز. ماشي، كرونز ده مرض مناعي. المهم مشيت بس على هو شخصها، خد عينه. خدنا عينه من اخر حته خالص في السمول انتستان، وطلعت رسمي كرونز. طلعت رسمي كرونز ديزيز. تمام. المهم ادانا ادويه كورتيزون وحاجات ضد الانفلاميشن يعني وكده. تمام. المهم بعد ما مشينا عليها فتره بدا ان هي يظهر عندها دم في البراز. كرونز ممكن يبقى معاه دم في البراز، فمعناها كده ان مفيش تظبيط شامل للقصه دي. ما الفكره ان برضو المغص زي ما هو وكل حاجه زي ما هو. فالدكتور في الاخر طلب ان احنا نعمل ام ار اي على الانتستين كلها، قال لعل وعسى يكون ان في جزء في الامعاء. وارد، ده كلام مظبوط جدا جدا جدا، لان كرونز بياخد حتت متفرقه من البطن بدءا من الفم. يعني كرونز ممكن ياخد حتت، المرض اخوه اللي هو التقرح القولوني بياخد حته على بعضها. الكلام ده مظبوط 100%. طيب هل طبيعي انها يعني بقالها شهرين الوجع ما بيروحش والوجع زي ما هو بسبب كرونز، ولا يكون في حاجه يعني
اون توب اوف كرونز هو اللي عامله الوجع. ممكن ده. في حاجه اخرى يعني ما يمنعش ان يكون معاها حاجه تانية، ممكن جراحه، ممكن شويه التصاقات، ممكن جيب، ممكن حاجه فيستولا صغيره مع كرونز من المضاعفات اللي تبقى موجوده، وارد عندنا اكتر من سبب للقصه دي. تمام يا دكتور. فلا الرنين هيحل يعني هيساعدنا في التشخيص اكتر. يعني الرنين هو الحاجه الحاسمه بقى اللي هتقول فيه. طبعا يعني. الرنين مع المنظار لو كانت عامله منظار قريب او كده هيدونا اجابه يقينيه طبعا. سلامتها الف سلامه. معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه حضرتك طيب يا دكتور. وانت بالف صحه وسلامه، ربنا يبارك فيك. كل خير يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي. لو سمحت انا عندي سؤال ليا وسؤال لبنتي عندها 22 سنه. ربنا يسلمك. انا حضرتك عندي 39 سنه ووالده 5 مرات. ما شاء الله. والحمد لله ما عنديش اي مشكله في المعده، بس لما بقعد فتره كبيره في البيت ما بمشيش، يعني بالحركه بتاعت البيت بس. باجي نازله الشارع بقى مره واحده بيجي لي حساسيه، يعني انا ما بهرش بس حاسه ان في حكه في جسمي، ممكن تخليني اقف اهرش. فانا جايبه حاجه يعني نوع اقراص كده باخده لما اكون نازله يعني في تحت. هرش هرش؟ لا مش انا ما بهرش في البيت خالص، بس لما بطول في القعده في البيت جسمي تقيل. انا وزني زايد. اما حضرتك اجي نازله بقى بعد فتره مثلا اقعد شهر ما انزلش، اجي نازله اتمشى شويه بتقوم عليا زي حساسيه كده، ممكن تخليني اقف اهرش في الشارع بس فقط لا غير. لا دي ما فيهاش حاجه، دي مش حساسيه تخوفنا من حاجه. احنا الهرش ليه اسباب كتير جدا، حاجات كتيرة بتخوفنا غير أمراض الجلد. يعني في أمراض كبد، ثلاث أنواع من الحاجات الكبدية بتعمل لنا هرش، أمراض الكلى، أمراض التمثيل الغذائي، الكلى فشلها في نهاياته، أمراض التمثيل الغذائي، السكر، الغدة الدرقية، أمراض الدم واللزوجة والأورام اللي أنت بتتكلمي فيه دي حساسية عادية جدا. اللزوجة هو حضرتك أنا وزني تقيل، وكمان العضلة بتاعت القلب عندي لما الوزن بيزيد عندي يعني بيحمل على العضلة. ده مفهوم. باخد قرص أسبرين مثلا كل يوم بعد الفطار بس مش اكتر، مالوش دعوه. وحضرتك لما باجي نازله تحت قول لي يعني كل فتره باخد قرص نوع من انواع الاقراص بتاعت الحساسيه عشان بيهدي معايا الحساسيه. ما فيش يعني ما فيش ادنى مشكله في ده. النوع الحساسيه ده اللي هي بتتعرضي لحاجه، حضرتك قبل كده بتتكلم على نوع من انواع الحساسيه اللي هي الزوجه او امراض لزوجه الدم، دي حاجه تانية. لا غير اللي انت بتتكلمي فيه ده خالص. لا 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 ملوش دعوه خالص. يعني حضرتك وانا كده عندي حاجه في الجهاز الهضمي؟ لا يا حبيبتي ملوش دعوه بالجهاز الهضمي خالص. الحساسيه اللي بنتكلم عليها دي ده هرش مستمر. بيبقى ليه باترن بعينه. حضرتك هرش مستمر ما بهرش في البيت خالص. لا خلاص ما دام مش مستمر ما يخوفناش، ما فيش اي حاجه. لما اتحرك بس اقعد كتير في البيت وانا وزني تقيل، اجي اتحرك مره واحده انزل اتمشى في الشارع بيجي لي زي انا عايزه اهرش وبتهدى بعد 10 ايام. لا دي ما فيهاش حاجه دي خالص، دي حاجات دي طيب. حاجه عاديه جدا. بس انا هكلمك سريعا طبعا عن الهرش، وهتكلم عن الزغطه، وهتكلم طيب عن خراريج والم البطن. نعم هسال سؤال لبنتي بعد اذنك. قوي اتفضلي يا حبيبتي. هي عندها 22 سنه بس عندها مشكله دايما دايما في امساك مستمر، ما حتى ما بتجيش بادويه الامساك. شفت لها كذا مره بطنه، الدكتور بيديها حاجات مهضمه او بيقول لي او عامل تحليل يقول لي عسر. بتخش الحمام كل يوم؟ هي بتخش الحمام كل يوم، كل يومين، كل ثلاثه، كل يومين. في الم يعني في الم مع الاخراج؟ اتفضل. بديها حاجات طبيعيه، باكلها حاجات سلطه، بس هي دايما مشكله معايا الامساك دي دايما، يعني حتى لو جبت لها علاج ومش تعرف. طيب في الم مع الاخراج؟ في الم مع الاخراج؟ وهي حضرتك بتعاني شويه من الامساك، وانا بجيب لها علاج بتاع عسر الهضم تمشي عليه فتره توقفه وترجع اكتر من الاول، يعني بجيب لها حاجات الدكتور بيكتبها. هجاوبك يعني، لكن هي ما عندهاش لا غده درقيه ولا سكر ولا امراض تمثيل غذائي، هي سليمه. انا حضرتك عامل لها هي كان عندها سرعه ترطيب، كانت بتاخد حقنه لفتره 10 سنين بتاعت الحمى الروماتيزميه، وقفتها الحمد لله. طب الحمد لله. لا كده مفيش بس حاجه، بس عندها حساسيه صدر يا دكتور، وبتاخد العلاج بتجيلها بس في الشتاء والايام دي كان جالها دي التنفس، وعملنا تنفس وكده والحمد لله، يعني خدت علاج وخفت الايام دي اللي فاتت الشهر اللي فات ده. ربنا يطمنك عليها. المشكله اللي عندها مستمره يا دكتور بعد اذن حضرتك، يعني تفيدنا بقيه نصحنا بين اللي هو جهاز الهضم عندها دايما امساك، وده تعبها ومزود وزنها على طول. لا الامساك ما بيزودش الوزن، الامساك ملوش دعوه بالوزن. يعني انا يعني قصدي ان هي تعبانه من موضوع الامساك ده، بتقول لي يا ماما بيبقى في الم
مضايقاها، الموضوع عامل لها حاجه زي حاله نفسيه كده، الامساك عيني. دايما هجاوبك على هجاوبك على الامساك. ربنا عيني. كل خير يا دكتور، الف الف شكر. عيني. معانا ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن اهلا بيكي. انقطع الاتصال. سريعا هكلمكم على اسباب وجود دمامل في امراض مناعيه بيبقى معاها دمامل طول العمر. معانا السكر. معانا احمد. يا احمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا سبتك عندي 71. انا عندي 71 سنه. ربنا يديك الصحه يا احمد. كان عندي سلايف في الكبد وخدت العلاج بتاع السكر دي في 2015. طب كويس ما شاء الله مبروك. وبتتابع؟ وبتابع سيادتك، عملت 6 بي سي ار طلع كله سلبي. وكل حاجه كويسه مع الكبد دلوقتي، مفيش اي بؤر، مفيش اي حاجه. هو في سلايف متكافئه ساعتها. طب كويس جدا. ايه المشكله بقى دلوقتي يا احمد؟ المشكله سيادتك انا رحت للتامين الصحي، عملت صوره دم، قال لي في دهون على الكبد. ماشي مش مشكله، يعني ما مش مهمه خالص، تنساها. لكن وظائف الكبد سليمه، الزلال سليم، تركيز البروثرومبين سليم، الالفا فيتو بروتين سليم. الكبد 45 37. تمام. انا بس انا عندي البروستاتا 37. طبيعي مع تقدم العمر البروستاتا بتبقى كبيره شويه، وده رقم مش فظيع يعني. بتاخد دواء البروستاتا؟ باخد علاج عندي البروستاتا والنقرس كمان. تمام، الف سلامه. السؤال بتاعنا ايه يا احمد؟ عايز اشوف يعني هل علاج الدهون ده؟ لا ما تجيش جنب الكبد خالص، فقط تتابع الكبد فقط بس، ما تعملش اي حاجه في الدنيا. متابعه يعني كبد مع طبيب كبد كل 6 شهور ان شاء الله، وباذن الله ما يحصلش اي حاجه. وانت خلاص 2015 انت كويس. المفروض لو كان في تليف بس تكون تابعت وعملت منظار معده عشان نتاكد ان ما فيش دوالي لكلمه تليف، عشان كلمه تليف. والمتابعه الدوريه مش مطلوب منك اي حاجه تانية. معانا ام احمد. اهلا يا ام احمد. اهلا بحضرتك يا دكتور. ربنا يبارك فيك. لو سمحت يا دكتور، انا كشفت قبل كده وعملت منظار وقال لي ان انت عندك قرحه. بعد كده هو رحت لدكتور ثاني اخذت علاج ما عملليش حاجه، رحت لدكتورين ثاني قالوا لي لا المنظار ده التهابات على المعده وارتجاف في المريء. كنت اكل يبقى عندي حموضه جامده وارجع، اخذت العلاج الحموضه دلوقتي ما فيش، بس حاليا اكل لو مثلا على الفطار مش بفطر كويس اجي الساعه 12 واحدة اكل الاكل يكتم على نفسي واحس اني عايزه ارجع، فبرجع بالعافيه عشان ارتاح. ده امتلاء اللي انت بتصفيه ده امتلاء. دايما لازم يعني مؤاخذه استعمل الميه عشان اعمل حمام. سلامتك. خلاص انا هجاوبك على المعده وعلى الامساك. عيني. ما عندكيش اي مرض تاني؟ مفيش اي مشكله مرضيه تانيه؟ لا ضغط ولا سكر ولا حساسيه صدر ولا اي حاجه من الكلام؟ لا انا دلوقتي الاكل يا اما باكل. لا لا ما عنديش اي حاجه يا دكتور، بس انا لما باكل الاكل بيكتم على نفسي واحس اني عايزه ارجع. ده امتلاء. ده امتلاء، ده شعور برجع بالعافيه عشان استرجع. لكن احنا ما عندناش امراض قلب ولا امراض صدر خالص، مفيش لا امراض قلب ولا صدر. لا ما عنديش اي حاجه يا دكتور، ما عنديش حاجه غير هي معدتي اللي تعبانه وانا فيت بيها على دكاتره كتير. انا من شهر 7 لحد دلوقتي رحت لحد بثلاث دكاتره. الف سلام عليكي. لا دي مشاكل امتلاء، وهكلمك على موضوع الامساك. حاضر. بس انا يا دكتور الحمد لله ما فيش حموضه ما فيش، بس برجع بالعافيه الاكل بيكتم على نفسي واضطر اني اروح ارجع عشان استريح عشان اقدر استريح، فعايزه اي حاجه تريح لي المشوار ده. سلامتك. حاضر هجاوبك. المشكلة اللي انت بتكلمي فيها دي مشكلتها نمرة واحد هو الامتلاء، فلازم نتجنب الامتلاء ونتجنب الحاجات اللي فيها زيت سمن محليات. يعني نقلل نوعيات الطعام اللي من النوع ده. ناكل 8 وجبات حتى في رمضان. مين قال ان رمضان فطار وسحور؟ احنا ممكن ناكل 8 وجبات في رمضان، ممكن نخليهم كأنهم فطار غدا عشاء. اسمه فطار، احنا اللي بنبتديه في رمضان في مصر ده اسمه غدا ما اسموش فطار. فاحنا لازم ناخد حاجة بسيطة لو في رمضان، لو بره رمضان برضو نفس الكلام، المعدة محتاجة تاخد وجبات صغيرة لقيمات بدون امتلاء بطن، فاللي انت بتتكلمي عليه ده امتلاء بطن. اللي عنده امساك، اللي عنده امساك بعد ما نستبعد وجود اي مرض عضوي، ان مفيش امراض تمثيل غذائي، ان مفيش اورام، مفيش جيوب قولونية، ونكون عملنا منظار واستبعدنا كل اسباب الامساك العضوي تماما، بنقول لاصحابه في طبعا في جزء من الامساك ضعف في الحركيه، في حاجه اسمها ضعف في الحركيه وضعف في عمليه الاخراج، وفي مشاكل بتبقى في عضلات الحوض
من اسفل. دي كل الحاجات دي بيتعمل لها اختبارات، في حاجه اسمها بالون اكسبالشن تيست، وفي حاجه اسمها ام ار اي للاخراج، يعني في بيتعمل فحوصات كتيره حتى مع المنظار، يعني مش معنى ان احنا عملنا منظار ان الكلام ده سليم. فبعد ما نتاكد ان مفيش ضعف في الحركيه، ان مفيش ضعف في جدار البطن، بنقول بنعمل ايه قبل ما نستخدم الادويه. قبل ما والادويه هحكي لكم عليها انها درجات في كلمه الامساك. المشي ساعه يوميا، شرب لتر ميه قبل كل وجبه بساعه، وممكن نشرب ميه وسط الاكل. الميه ما بتعملش امتلاء ولا انتفاخ، ده عكس الكلام اللي احنا فاهمينه وطول عمرنا. بنخش الحمام في نفس الموعد بعد اول وجبه، يعني انا النهارده الناس متعوده الصبح، طبعا احنا بنفضل الصبح عادة، أو بنفضل مثلا في رمضان يعني مع آخر وجبة احنا بناكلها. أفضل وقت الحركية البطن هي دايما في يعني في آخر الليل أو في بداية الصباح، هو ده اللي ما نفهمش ليه ربنا عايزها كده. فاحنا بنعود نفسنا على دخول الحمام مع الوجبة، دايما زيادة الحركية بتيجي مع الطعام، ودايما زيادة الحركية بتيجي مع أول وجبة احنا بناكلها. لكن في رمضان الوضع يختلف، 80% من الأكل بتاعنا لازم يكون خضار وفاكهة وزبادي وزيت زيتون، لقوا إن ده بيزود الحركية. إحنا بنحتاج ألياف زائبة وألياف غير زائبة. اللي عنده ألم في فتحة الشرج قبل ما بيلجأ بنلجأ لطبيب البواسير، يعني لازم طبعا لو في شرخ أو بواسير، الألم ده بيزود فرصة عدم دخول الحمام. فبنغسل فتحة الشرج بالماء والصابون قبل وبعد التبرز، وبنعمل حمام دافئ لحد ما نلجأ لطبيب جراح يعرفنا يحللنا المشكلة بتاعت الألم. وإحنا طبعا بندي أدوية بتزود الحركية وبتزود هذا الموضوع إذا فشلنا. طبعا أنا مش عايز أقول لكم إن في أدوية حركية وفي أدوية بتزود الألياف موجودة عندنا، حاجات كلها شهيرة، لأن الوقت داهمنا. أنا هجاوب بسرعة على وجود الدمام المتكررة. أشهر حاجة يا روان لازم يتاخد منها تتحلل، واشهر حاجه اسمها ميرسا، نوع من البكتيريا اسمها ميرسا، بعد استبعاد كل الامراض، حاجات التمثيل الغذائي، السكر وبعض والغدد وبعض الامراض المناعيه، في نوع من البكتيريا هو بيبقى اشهر سبب ان يجي لنا خراريج كتير، اسمه ميرسا ميزيسيلين ريزيستنت، يعني هي نوع من البكتيريا بتتحلل ونقدر ناخد له دواء. وفقدان الشعر بعد، احنا عارفين ان احنا في اربع مراحل للنمو، فطب الأسباب الأخرى، خمول غدة درقية أو نشاط الغدة الدرقية، أمراض السكر، الأمراض المزمنة، الحمل والولادة، الحمل والولادة، دول أشهر الحاجات اللي بيجونا في مرحلة بيدخلوا الشعر في مرحلة اسمها الريستينج، وبعدها بيحصل نوع من التساقط الشعر، وبعد كده الشعر بيرجع يملى نفسه تاني. أما فكرة الطول زي ما حكيت لكم عليها، الترجيع يعني ليه أسباب كتير جداً، وفي حاجات بتبقى في الاطفال حاجه اسمها نوبات ترجيع periodic cyclic vomiting، دي حاجه هرمونيه ليها نظام علاجي مختلف، وما بيبقاش معاها مرض عضوي، لكن في اسباب، ارتفاع ضغط العين، ارتفاع ضغط المخ، اضطراب الاذن، ضعف عضله القلب، امراض دي كلها اسباب للترجيع. واخيرا حاجات الجهاز الهضمي اللي هي فيها كبد وفيها بنكرياس وفيها معده. الزغطة أشهر حاجة ليها ارتفاع ضغط العين، ارتفاع ضغط المخ، الجلطات المستمرة، واحد بيلعب في ودانه ويجيله زغطة، تمدد عضلة القلب يعمل زغطة، أمراض الصدر المزمنة ممكن تعمل لنا زغطة، كل الأورام بتاعت الصدر بلا استثناء، وأمراض الرقبة. طبعا للأسف الوقت داهمنا، وإن شاء الله ربنا قدرنا ونجاوب على كل أسئلتكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. أشكركم وألقاكم قريبا بإذن الله.